سلام وأمان ورحمة عليك أيا كان مكانك في هذه الأرض. احنا داخلين على سنة جديدة، كل سنة وانتوا طيبين. 2020 في نهايتها بتخلص، تعلمنا منها حاجات كتير. عايزة أعرف، عايزة يبقى في مداخلات النهاردة معايا، اتعلمتوا إيه من 2020؟ عام كورونا اتعلمتوا إيه منه؟ أكيد كورونا علمكوا كتير. اللي جاله كورونا واتصاب بكورونا وربنا شفاه اتعلم حاجات، واللي لسه ما اتصابش بكورونا او ربنا يشفيه يعني ومش يتصاب بكورونا اكيد بيتعلم حاجات، واللي ليه عزيز او اهل او حبيب توفى بسبب كورونا اتعلم برضو حاجات. عام طويل. طب ليه ربنا جاب الوباء ده؟ ليه حكمة في كده؟ عشان يعلم الناس حاجات كتير كانت في غفل عنها. سنة 2021 هتبدأ سنة جديدة، سنة جميلة إن شاء الله بإذن الله، كلها تفاؤل وكلها أمل. عايزين نكون ما نخافش من أي حاجة في الدنيا، ونخطط صح لسنة 2021، نمشي صح. يا رب تكون 2020 درس عشان تبدأ 2021 صح. إزاي صح؟ يعني إيه؟ يعني ربنا مش كان راضي على الكوكب ده، على الناس الموجودة في الكوكب ده، او مش معنى انه راضي، كان عايز يفوقهم فجاب لهم كورونا او جاب لهم وباء عشان يفوقوا ويتعلموا. في ناس اتعلمت، في ناس ما اتعلمتش للاسف، لسه في ناس ما اتعلمتش. احنا هنخطط لسنه 2021، وعايزه اقول لكم ازاي هنعمل الخطه. اي حاجه عايز تغيرها في نفسك، لان نفسك رقم واحد لازم تكتبها في ورقه. رقم واحد هي نفسك. يعني ايه؟ يعني انا انسان عصبي مثلا، بتنرفز بسرعه، عايز 2021 ابقى مش عصبي، عايز ابقى انسان تاني، يبقى هكتب عكسها، عكس العصبيه الهدوء. انا متفائله جدا ب 2021، لان انا اصلا او طبيعتي او اي انسان في الدنيا المفروض ما يخافش من اي حاجه. فانت اللي بتخلي الموقف اللي قدامك لا اما تخاف منه لا اما تبقى عادي بالنسبه له. يعني ايه عادي؟ يعني انا مثلا حصل لي حاجه او مات لي حد او خلاص قضاء ربنا انا مسلم بيه. فالموقف مهما كان قدامك، لو انت في نار وعايز تعيش قلت لك سعيد هتعيش سعيد. فانت اللي بتكبر الموقف وانت اللي بتتاثر بالموقف. ربنا قال في القران عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يعني ايه؟ يعني ركز في نفسك قوي. لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا انفسهم. يعني عمر ربنا ما هيغير ولا يشيل وباء كورونا الا لما انت من جواك تتغير، لازم تتغير. وباء كورونا كان ليه حكمه، وانا بعتبره خير، خير عشان الناس تفوق، عشان الناس تغير نفسها، خير عشان 2021 تبقى سنه جديده، سنه جميله، سنه ما فيهاش اي حاجه، بايدك انت تغير. مش بالصلاه والدعاء بس، لا، انت اخلاقك. هنغير نفسنا ازاي؟ يعني الناس اللي بتسرق، الحراميه اللي شغالين سرقه وعادي، دول اكيد اتعلموا من كورونا. الرجل اللي بيتلاعب بمشاعر انثى او امراه اكيد اتعلم من كورونا. الست برضو بتتلاعب بمشاعر رجل اكيد اتعلمت من كورونا. الناس اللي بتكذب اكيد اتعلمت. الناس اللي عندها حقد وغل ونفسنا اكيد اتعلمت. الناس اللي على طول غايبه ونميمه ويجيب سيره ده وسيره ده ومش مركز في نفسه غير في ده اكيد اتعلم. الناس اللي بتجري ورا الفلوس كل حياتها الفلوس بس اكيد اتعلمت. كل دول ربنا جاب كورونا مش لدول معينة، ده جابها الكوكب كله، الكوكب الأرض كلها تعلمت. فلازم نتعلم. طب خلينا في موضوعنا بقى، إزاي نخطط لسنة 2021؟ مهما كان عندك من أحلام وهدف وطموحات هتحققها، بس بشرط خلي الهدف اللي أنت بتسعى ليه مش يبقى أكبر منك. أعرف أن أنت أكبر من أكبر هدف في الدنيا. اي انسان حقق هدف، انت احسن من اي حاجه في الدنيا، لان انت خليفه الله على الارض، يعني اعرف انك هتحققه. طيب اعمل ايه لو انت حسيت ان الهدف ده عادي بالنسبه لك ولا حاجه؟ اعرف انك هتحققه. لكن لو حسيت انه كبير عليك قوي وصعب المنال مش هتحقق حاجه. ربنا عايزك عظيم، ربنا عايزك حاجه كبيره جدا جدا، بس انت اللي بتقلل من نفسك. طيب احكي لكم قصه جميله قوي، قصة جوزيف. جوزيف ده كان بيحب السباحة، طفل صغير عنده حوالي كان عنده 10 سنين، كان نفسه يتصور مع بطل من أبطال العالم واخد حوالي 28 ميدالية ذهبية في السباحة، اسمه فيليب، مايكل فيليب، كان عايز يتصور معاه. المهم جوزيف ده
الو الو الو، ايوه ازيك؟ ايوه اتفضلي معايا. مين معايا؟ انا ميادة. اهلا يا فندم، اتفضلي. هتبدأي 2021 ازاي؟ عندك تفاؤل وامل ولا عندك ايه؟ صراحة مش عارفة، بس هو انا هولد الشهر الجاي، بس انا محبطة قوي وخايفة. اوعي تخافي، الخوف بيقلل جهاز المناعة، اوعي تخافي من اي حاجة. بصي يا حبيبتي، انا عايزة اقولك حاجة، انسي كورونا. الانسان كده كده بيموت في لحظه، الانسان بيموت بسكته قلبيه. كان في مذيع بيتكلم زي كده ومات بسكته قلبيه وهو بيتكلم على الشاشه. انا ممكن اطلع بره وتدوسني عربيه وانا ماشيه، ممكن اعمل حادثه في اي لحظه، الموت عادي، تعددت الاسباب والموت واحد. اوعي تخافي، تعيشي كل لحظه في حياتك بسعاده. كده كده احنا هنموت، بس المهم بنعمل ايه. ما تخافيش من كورونا، لان انت لو خفتي غلط عليك انت. ربنا قال الذين امنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما ينفعش اخاف اصلا. اخاف من ايه؟ هخاف من ايه؟ انا بخاف من الخالق فقط. طول ما انت مع الخالق ومع ربنا ومؤمنه بيه عمرك ما تخافي، عمرك ما تخافي من اي حاجه. انا بشكرك يا حبيبتي. احنا عايزين نبدا سنه 2021 مهما كان، مهما حصل، بطاقه ايجابيه، مفيش خوف من اي حاجه، ما تتاثروش باي حاجه يا جماعه. كل اللي عليكم تعملوه الاجراءات الاحترازيه. يعني ايه؟ تلبس الكمامه، تعمل كحول، بس هو ده اللي في ايدك انت، مش في ايدك اي حاجه تاني خالص، مش ايدك تغير الكون. ده قضاء وربنا جابه علينا عشان نفوق، عشان نتعلم، عشان نعمل. انت بقى تعملي ايه بقى؟ ايه اللي تعمليه؟ تعملي كل حاجه صالحه، هو ده اللي تعمليه. هو كورونا جاي لك عشان يعلمك، يعلمك ان انت تعملي الصح، ما تكذبيش، ما تنافسنيش، ما تحقديش على حد، بلاش الغيبه والنميمه، ركزي في نفسك، ركزي مع اولادك، بس ركزي مع ربنا. هو ده اللي تعمليه 2021 عشان الوباء ده اصلا يروح. لو كل واحد بدا بنفسه وعمل حاجه وغير اللي جواه، صدقوني الوباء هيروح طبيعي. الوباء ما جاش لناس معينه، قلت لكم الوباء جه على الكوكب كله، يعني على كل البشر، ان ربنا بيقول لكم فوقه كل الدول، سواء مسلمين او مسيحيين او يهود، كل الدول لازم تفوق، لازم تعرف انها ماشيه غلط. ما ينفعش انسان يكون بيصلي وبيصوم ويروح يعمل غيبه ونميمه، ما ينفعش انسان يكون بيصلي ويصوم ويروح يسرق ويروح يكذب وينصب، وده شيء عادي. وما اجي اقول لهم يا جماعه انتوا بتعملوا كده يقولوا لي اسكتي انت طيبه. طيبه ايه؟ هو اصل الانسان الطيبه، اصل انسان الفطره بتاعته هي الطيبه. ما ينفعش امشي مع القطيع. بيقول لك ايه، في مثل حلو قوي عجبني، لا تكن مع القطيع، خليك متميز وخارج السرب. يعني ايه؟ ما تمشيش مع الناس، ده بيعمل كده يبقى انا هبقى زيه، ده مثلا ماشي غلط مع الشيطان يبقى انا لازم ابقى زيه، وانت مش عارف ان ده مع الشيطان، ده كل الناس ماشيه كده، هي متخيله ان ده الصح، لكن انت ماشي مع الشيطان مش ماشي صح. شوف الكتب السماويه بتقول ايه وطبقها، بس هو دي وظيفتك في الدنيا، طبق الكتاب السماوي وانت تبقى 100 100. وهتلاقي كورونا راحت، واساسا على فكره كورونا بتصيب ناس وناس لا، مش كل الناس بتصاب بكورونا، خلي بالكم، مش كل الناس بتصاب بكورونا. امشي صح وتصدق وامشي مع ربنا وانت مش يجيلك كورونا، بس اخلاقك تبقى صح، مش صلاة وصوم بس. ما ينفعش بالعكس، اللي بيصلي ويصوم واخلاقه زي الزفت سنته سودة عند ربنا، لا مؤاخذة يعني، فما ينفعش. احنا عايزين نخطط بقى للسنة الجديدة. انا دلوقتي انسانة عصبية، انا بتنرفز بسرعة، اعمل ايه السنة الجديدة؟ كل اللي هعمله السنة الجديدة ان انا هعكس العصب، مش هقول انا مش عايزة ابقى عصبي، ما ينفعش اقول كده، كده مش هتبقى عصبي. تقول انا هعكس، انا هركز على الهدوء، هبدا السنه الجديده هركز على الهدوء. طب انا انسان بحب الاكل قوي والشهوه عندي عاليه قوي بتاعه الاكل، يبقى انا هعمل العكس، هركز على الاكل الهيلثي الصحي فقط. اي حاجه عايز تغيرها بص على عكسها على طول. سنه 2021 باذن الله هتبقى سنه جميله، وبايدك انت تبقى سنه جميله مش بايد اللي حواليك. مهما حصل لك من مواقف، مهما حصل لك من متاعب، ما تركزش فيها قوي، خليك زي الواحد الصحيح. يعني ايه؟ واحد في اتنين بيطلع اتنين زي ما هي، واحد في تلاته بتطلع تلاته زي ما هي، انت زي الواحد الصحيح. يعني ما تتاثرش باي حاجه حصلت لك، باي موقف، خلي عندك وعي، اي حاجه ما تتاثرش بيها، ركز في نفسك فقط وطور من نفسك فقط. القصه اللي كنت عايزه احكي عنها، قصه جوزيف ومايكل فيليبس، دي عباره عن ايه؟ جوزيف ده كان يتمنى وبيحلم بس يتصور مع البطل العالم في السباحه، بيحلم فقط لا غير. جوزيف ده كان لسه صغير، كان عنده حوالي 8 سنين. الولد ده من كتر حبه في السباحه
كان على طول معلق صورة بطل العالم للسباحة، وفي يوم من الأيام فعلا اتصور معاه، أمنيته اتحققت، كان فرحان جدا وسعيد جدا إن هو بس اتصور مع بطل العالم. جه 2016. ألو ألو ألو. أيوة أيوة اتفضل. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة. مين معايا؟ معاك الشاعر الدكتور محمد خلف. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ مرحب بيك. الله يخليك. هو انا لسه محاول على القناه دلوقتي، لقيت البرنامج، لقيت الحلقه بتاع حضرتك حلقه ممتازه، والهدف بتاعها هدف نبيل. ايه اللي نعمله المفروض مع بدايه العام الجديد؟ تمام. اتفضل، هتعمل ايه؟ تمام. انا بصفتي كشاعر، على فكره انا احب اعرف نفسي، انا راجل شاعر ومؤلف اربع دواوين شعريه، وصاحب سلسله دورات شعريه في جامعه مصر في حب مصر، وبدعو الشباب للعمل والبناء. وبرضه بالمناسبه انا مؤلف ديوان كامل في المراه اسمه نساء العرب اسياد، ده بتكلم عنه في مداخله ثانيه ان شاء الله باذن الله. انا حابب اني ابعت رساله للشباب من خلال البرنامج وخلال منبر حضرتك. فضل. مع بدايه العام الجديد. اتفضل. عايز اقول لهم صار الوقت وقت العمل، فكاد الجرح ان يندمل، حي على الفلاح شدوا الهمم، خلف الزعيم قائد الأمم، جنبوا الخلافة فنحن الكبار، ولنجحر العدا بالليل والنهار، نريد شبابا يملأه الأمل، مصري الأصول وسمت الجمل، مسلم مسيحي شعاع عين شمس، ينصهر يذوب من حاول اللمس. شكرا، شكرا جدا. ففي كنا بنتكلم عن قصه جوزيف. جوزيف ده سنه 2008 راح، كان حلمه يتصور مع مايكل فيليب، فتصور معاه سنه 2008. الولد ده قعد حط صور مايكل فيليب دي، ان هو امله يبقى بطل العالم في السباحه. الولد ده جه 2016 من اصراره وعمله، بيركز في نفسه، ملوش دعوه بغيره، ما بيتكلمش ولا بيتاثر بكلام الناس ولا الكلام ده، هو مركز في نفسه وهدفه. سنه 2016 كان في بطولة العالم للسباحة، وكان جوزيف في البطولة، وكان قدامه مايكل فيليب اللي هو بيحلم بس يتصور معاه، وسبحان الله فاز عليه في سنة 2016، بقى هو بطل العالم. عشان يعني بيقول لك ان هو مركز ومصر على هدفه، ده واحد من الناس اللي حققت هدفها وهي مصر عليه. انت ما تركزش مع هذا، ومشكلتنا ان احنا عندنا في الدول العربية عموما او في مصر الناس بتحب تحبط الناس، مالكش دعوة بالناس، ركز في نفسك بس. ما قلت ما تكونش مع القطيع، مهما قالوا لك، مهما عادوا قالوا انت وحش، انت اكنهم ما بيتكلموش. قلت لك خليك زي الواحد الصحيح، الرقم اللي بيتضرب في الواحد بيطلع زي ما هو. انت كده ليك حلم، هو ده قدوتك. مين قدوتي؟ هو حلمي، هو هدفي قدوتي، افعالي هي قدوتي، مش الناس نهائي. انا ماشيه مع ربنا وفعلي هو القدوه فقط لا غير. فاحنا عايزين 2021 نتغير تماما، نبقى حاجه جميله، نفرفش، ما نخافش من حاجه، اهم حاجه في الدنيا كلها. والله لو ادويه الدنيا كلها عشان كورونا، واتعالج واخد فيتامينات الدنيا كلها، عشان تكونوا فاهمين، اللي بيأثر على جهاز المناعه الخوف والقلق، ده اكتر حاجه بتأثر على جهاز المناعه. اوعى تخاف ولا تقلق، كل اللي عليك تسمع، تعمل الاجراءات الاحترازيه، تسعى زي ما الناس بتعمل من ناحيه الكمامه والحاجات الاحترازيه فقط، لكن ما تخافش، سلم امرك لربنا، ما تخافش من اي حاجه، اكن ما فيش كورونا اساسا، تعيش حياتك بدون خوف، ما دام انت متصل بربنا. ربنا اللي قال كده في الكتب السماويه، ما ينفعش تخاف، ما ينفعش المؤمن اصلا يخاف، هتخاف من ايه؟ وكمان انا اصلا طبيعتي ما بعتبرش ان الموت شر، يعني الناس الموت ده حاجه طبيعيه جدا، كلنا هنموت في يوم من الايام، فدي حاجة طبيعية، واللي بيحب ربنا ما بيخافش من الموت، لأنه أكيد في يوم من الأيام ما نموت هنشوف ربنا وهنقابله، فهتخاف من إيه؟ اللي يخاف من الموت هو اللي ماشي غلط، لكن اللي ماشي صح ما يخافش من الموت أبدا. هنسمع أغنية نفرفش فيها شوية كده ونكمل حديثنا. الأهداف، عايزين نتكلم على الأهداف. عندنا نوعين من الأهداف، أهداف عطاء وأهداف أخذ. ركز على أهداف العطاء. يعني إيه أهداف عطاء؟ التطور والنمو، إما أطور من نفسي وأنمو، ده هدف عطاء. إما أجي أعمل دايت عشان أحافظ على جسمي وجسمي مش يتغم، ده هدف عطاء. بركز في نفسي الأول على فكرة،
الهدف العطاء مش هندي الناس على طول، لا نفسي الاول بعد كده الناس، دي اهداف العطاء. اللي بيركز على اهداف العطاء ده بيحقق كل احلامه. لكن اهداف الاخذ زي ايه؟ زي الشهوات. يعني مثلا مركزه على الشهوه، عايزه الشهوه دي الاكل، باكل اكل كتير مثلا اكل مش صحي ده شهوه، بركز على مثلا اللي هو مثلا شهوه اي شهوه، اي شهوه دي اسمها شهوات الاخذ، ما تركزش عليها. فعايز تتطور في حياتك ركز على اهداف العطاء. بعد ما اركز على اهداف العطاء واهتم بنفسي في كل حاجه واعمالي الصالحه وكل حاجه على الارض، اركز بقى على الناس وتطلع صدقات كتير للناس، ده هدف عطاء، فربنا بيرزقك من حيث لا تحتسب. فدي حاجات مهمة جدا لازم نمشي عليها 2021. طبعا 2020 علمتنا حاجات كتير زي ما احنا قلنا، و2021 هتبقى مختلفة، هنغير من نفسنا، هنبقى حاجة جديدة، هنطور من نفسنا، هنكتب كل حاجة وعكسها عشان نبدأ نطور. وعلى فكرة لو ركزت على هدف واحد بس انت عايزه، حاجة واحدة بس، انا مش عايزاكوا، وعلى فكرة بقى مش زي الناس اللي دنها تقول احنا هنبدأ من 2021، هنبدأ من 2021، لا ابدأ من دلوقتي في اي وقت ابدأ، بس صر على الـ على الـ على البداية عشان تبرمج العقل بتاعك او عقلك اللاواعي ان انت خلاص هتبتدي من دلوقتي، وتقعد 19 يوم تمشي على الهدف اللي نفسك فيه. في ناس بيتكلموا على مثلا قانون الجذب، يعني ايه قانون الجذب؟ سريعا كده، قانون الجذب ان انت لو نفسك في حاجة عايز تحققها بتجيب الصور بتاعتها وتعلقها على الحيطة وتدنك تبص لها، تدنك تبص لها ان الحاجة دي انت هتحققها في يوم من الايام. وثق، زي مثلا اللي عايز فلوس عايز يبقى غني، هتقول انا غني، لازم تقتنع ان انت غني، اوعى تقول انا فقير. على فكرة احنا عندنا ايه في القرآن؟ الشيطان يعدكم الفقر، يعني الفقر ده من الشيطان، لا انت غني على فكرة مش فقير. يعني اي انسان بيقول انا فقير بطاقة بتاعته بتقل بيبقى فقير، لكن تقول انا غني حتى لو مش حيلتك ولا مليم بس انت غني، انت غني بكل حاجه، هتلاقي طاقه الغنى بتقرب منك فبقيت غني. بتتخيل حاجات وهتحققها في يوم من الايام لما تسعى ليها. اوعى اي انسان في الدنيا يقول لك كلمه وتتاثر بيها. حقق حلمك مهما كان، وامشي ورا هدفك مهما كان، والسنه الجديده هتبقى سنه جميله عليكم بس لو ركزت في نفسك. يا رب يا رب الناس تكون فعلا فاهمه وعارفه انا بقول ايه ومركزه وعندها وعي عالي، وتكون اتعلمت من كل الاحداث السلبيه اللي حصلت 2020. وعايزين نغير الحاجات الغلط اللي احنا كنا عملناها 2020. اما تلاقي ناس مثلا بتروح جايبه الكمامات اللي احنا بنلبسها دي وتروح غسلاها ولبسها تاني، ده حاجه غلط جدا. فاحنا عايزين نغير كل حاجه. الو الو يا دكتوره داليا. ايوه ازيك الاعلامي احمد بركات معايا. اهلا وسهلا، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيك الحمد لله تمام. هو استاذ احمد بركات كان عنده في مشكله كان عايز يعرضها على الهواء. اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل معاك. شكرا لحضرتك يا دكتوره، وشكرا لكل الاعلاميين والصحفيين والفنانين اللي استجابوا لينا. هي القصه طبعا حضرتك انت عارفه ان حصلت مشكله هنا في مركز ابو رجوس محافظه المنيا، ان لقوا جثه شخص مقتول ومتقطع اجزاء. طبعا المباحث هنا في ابو قرقاس عملت جهد كبير علشان توصل لمين هو صاحب الجثه ومين اللي عمل كده. طبعا في تحريات المباحث وكده، انا الناس المتهمه جوز اختي عنده عربيه اجره هو جايبها اصلا للتجاره بتاعتهم، يعني هم ناس تجار بيشتغلوا في التجاره والزراعه والكلام ده، وعربيته جايبها لشغلهم في ايام الموسم بتاعهم. الايام اللي ما فيهاش موسم بيشتغل بيها اي حد من الناس اللي معرفه تعرفه عنده مشوار عنده كده بيتصل بيه بيودي مشواره. المهم طبعا هو على معرفه بناس في عزبه جنبيهم هناك بيتصلوا بيه، الناس دي عندها مشاكل وعندها خصامه سعريه، وعشان الخصامات السعريه دي طبعا ما بيقدرش يتحركوا زي ما انت عارف نظام الصقر هنا في الصعيد. فطبعا كانوا بيتصلوا بيه على اساس مثلا يودي اهلهم المحافظه المنيا، يوديهم الدروس، يجيبهم من المدارس. هي مش التحقيقات شغاله في الموضوع ده؟ لا التحقيقات شغاله تمام. في الموضوع طب يعني هو المفروض في تحقيقات وفي ادله وفي اثبات، يعني في ادله صح ولا ايه المشكله فين؟ هو المشكله حاليا ان هو طبعا الراجل ده اللي جوب مقتول لما اختفى ماشي، اهل القتيل كانوا شاكين في الناس دي المتهمه. طبعا جابوا ده على اساس ان ده سائق ممكن يكون سمع حاجه
كان معاهم شاف حاجة فعلا لما خدوه قال ايوه انا شفتهم اتقابلوا مع الشخص ده، طيب تمام. لكن بعد كده ما عرفش. هم قالوا له امشي انت خلاص، واحنا ده في موضوع خاص هنحكي معاه وبعد ما نخلص هترن عليك ترجع لنا. قال بعد ما بعدها بنص ساعة رن عليا رجعت لهم ما لقيتش اي حاجة، والراجل ده الشخص اللي هو اسمه جمال اللي ما كانش معاهم وكانت ملابسهم هم غرغره دم، تمام. لكن لا شافه هو بيقتله ولا شافه هم بيقطعوا ولا كان على مسرح طيب انت الجريمه ايه اصلا. بتطلب ايه يعني؟ يعني ايه احنا حاليا طلباتك حاليا ايه؟ هو محبوس لست شهور، واهل القتيل نفسهم يعني هو احنا بنعمل على اساس ان هم مثلا لو المحكمه عايزاه كشاهد، لو هيحطوه مثلا كشاهد تمام. ماشي، لكن احنا اتفاجئنا ان اهل القتيل بيقولوا لا ده لازم يكون متهم معاهم، يعني اهل القتيل نفسهم عايزين يورطوه في جريمه هو لا شافها ولا يعرف عنها حاجه. يعني اهل القتيل نفسهم احنا طيب استغربنا بص، برد فعله من هو المحامين بتاعتهم. الحاجات دي انا معاك، بس الحاجات دي شغل شرطه وشغل تحقيقات شغل قضاه، يعني احنا كده كده في ادله في قوانين. شكرا لاتصالك يا استاذ احمد، بس بجد في ادله وفي قوانين احنا لازم نمشي عليها ايا كان، مش هنقدر نعمل غير ما يكون معانا ورق ودليل قاطع مهما كان، حتى لو في بيانا في الحبس مظاليم بسبب الورق، الورق هو الاساس، احنا بنمشي على الورق سواء مظلوم او مش مظلوم، الورق هو اللي بيثبت. طيب انا بشكرك جدا، طبعا انا هكرر تاني هنبدا السنه الجديده بكل تفاؤل وكل امل، ما تخافوش من كورونا ولا تخاف من اي حاجه في الدنيا، مش كورونا بس، يعني كورونا دي حاجة بسيطة جدا، في حاجات كتير تانية بتخوف جدا، بس احنا مش مركزين الا على كورونا للأسف، لأن الإعلام هو اللي ركز قوي قوي على كورونا وركز على هذا الوباء، بس الوباء ده أنا بعتبره خير عشان يعلمنا إن احنا هنطلع من الأزمة دي إن شاء الله، وإحنا متعلمين حاجات كتير، متعلمين الصح، متعلمين نلجأ لربنا في كل حاجة، فده خير عشان الغفلة اللي احنا كنا فيها. هنطلع فاصل ونرجع تاني. بعد العودة من الفاصل أعزائي المشاهدين، ومعايا النهاردة دكتورة إنجي إبراهيم استشاري أمراض البطنة وأمراض جهاز الهضمي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. النهاردة هنتكلم عن كورونا وإزاي تحمي نفسك من كورونا، بس قبل ما نتكلم عن كورونا في مسابقة هنا في البرنامج، مسابقة المواهب، وفي جايزة النهاردة تسليم المسابقة الفايزة معانا أستاذة هبة، هتستلم الجايزة كمان شوية، وفي مسابقة تانية غير مسابقة المواهب، اللي عايز يشترك في مسابقة المواهب عندكم الرقم على الشاشة، وفي مسابقة يلا نخس. يلا نخس هنجمع عدد كبير من الاوزان الكبيره وهنعمل مسابقه، اللي هيخس لوزن معين خلال شهر هيبقى ليه جايزه كبيره قوي من البرنامج دي. طبعا سنه 2021 عشان كلنا عايزين نخس وعايزين ناكل اكل هيلسي عشان صحتنا. اهلا بيكي يا دكتوره. هنبدا اول سؤال معاكي بقى، طبعا شايفه كورونا وبيحصل في كورونا، ربنا يحمينا ان شاء الله باذن الله، والناس خايفه وقلقانه ومضطربه، احنا قلنا لهم ما يخافوش وخلاص عادي وهنسلم امرنا لله، بس هنستخدم هنعمل اجراءات الاحترازيه وهنلبس كمامه وهنعمل كل حاجه واحنا ماشيين الحمد لله على التعليمات. مش كل الناس ماشيه، في ناس ماشيه وناس مش ماشيه، الغالبيه مش ماشيه. الغالبيه مش ماشيه. تتشابه اعراض البرد مع اعراض كورونا، ايه وجه الاختلاف بينهم؟ هي الحقيقه ان اعراض الانفلونزا الموسميه تتشابه ويعني تعتبر تتطابق مع اعراض الكورونا، بدايه من ارتفاع الحراره والرشح واحتقان الزور والانف واحمرار العين، لكن في بعض الاعراض اللي بتخلي الكفه تميل اكتر ناحيه كورونا. اولهم واهمهم هو فقدان الشم والتذوق، فقدان الشم والتذوق هو كورونا الى ان يثبت العكس، وفي الغالب مش هيثبت العكس. طب ايه الفرق من نسبة يعني العادي بيجي يقولك طب ما انا في دور البرد برضو ببقى مش شامم ومش حاسس بطعم الاكل؟ في الغالب في ادوار البرد او الانفلونزا الانف بتبقى مسدوده، يعني مناخيره مسدوده وحاسه الشم مرتبطه بالتذوق فمش بيبقى حاسس بطعم الاكل، لكن في حاله الكورونا الانف سالكه عادي ومفيش اي حاجه وبيبدا يفقد حاسه الشم والتذوق. الفقدان ده ممكن يبقى فجاه وممكن يجي بشكل تدريجي، وممكن حاجة تانية خالص يبدأ قبل ما يفقدهم يبدأ يشم روائح غريبة أو غير مستحبة، أو يبدأ بيحس بطعم الأكل متغير كأنه مالح أو فيه شوية خل أو كده. عشان كده بحب أنصح كل الناس أي فقدان للشم والتذوق، وهو أي طبيب يعني حاليا بيعمل كده، هو كورونا. أنا ملاحظة إن كل الأطباء دلوقتي أي حد دلوقتي عنده برد يقول كورونا خلاص، الأطباء. هقول لحضرتك حاجة، في قاعدة بتقول what is common is common، إحنا في وباء، طالما في وباء يبقى هو لازم الدكتور ياخد الاحوط والاسلم للعيان.
هفترض ان هو ده برد ولكن العيان كان فعلا عنده كورونا، طيب يعني المرضى اللي عندهم برد او انفلونزا لا بيتعزلوا ولا اي حاجه، فلو هو عنده كورونا هيمشي ينشر الميكروب، دي نمره واحد. نمره اتنين مضاعفات الكورونا اخطر بكتير، فانا لو تساهلت وما عملتش بقى تحاليل للعيان وعزلته وغيره وغيره لغايه لما نعرف ايه السبب بالظبط، ممكن العيان ينتهي نهايه مش كويسه. تمام. علشان طيب. كده يعني بن بن يعني بن بنحط الاحوط والاسلم للمريض. تمام. احنا عندنا فيروس كورونا جديد 2021 ده تحول بقى في كورونا، ايه مدى تاثيره؟ هو السلاله الجديده هي بتعمل نفس الاعراض بتاعه السلاله القديمه، يعني يكاد يكون مفيش اختلاف. في بعض الدراسات اللي اتعملت في بريطانيا بتقول ان هي بس احتمال نسبه الوفيات من السلاله الجديده تكون اكتر، لكن هل ده حاجه مؤكده 100%؟ لا. لكن ايه الفرق بقى؟ مشكله السلاله الجديده ان هي بتعمل عدوى 56% اكتر من السلاله القديمه، فبتنتشر اكتر. الاطفال بقى بتاثر طبعا. دلوقتي على فكره انا اطلقت على فيروس كورونا فيروس بلا كتالوج، دي تسميه شخصيه راجعه ليا. هو فيروس بلا كتالوج ليه؟ لان في الاول خالص بدايه من سن الاصابه كان الاول للناس اكتر الكبار في السن اصحاب الامراض المزمنه وهكذا، لا دلوقتي هو بيصيب الشباب، وهتلاقي مرضى كتير جدا في العشرينات وفي الثلاثينات وللعلم حالتهم بتبقى سيئه جدا، وبيصيب الاطفال وبيصيب الرضع كمان. فانا مسميها فيروس بلا كتالوج، والاعراض بتاعته كمان مش مجرد ان هو فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، لا لا خالص، ده بيصيب الجهاز الهضمي، وناس كتير جدا بتيجي في ناس بيقولوا بيجي في الرجلين كمان. انا يعني هقول لحضرتك ده بيعمل حاجات غريبه جدا، هو يعني الحاجه الشهيره دلوقتي الجهاز الهضمي بيسبب اسهال وارتفاع في درجه الحراره والم ومغص شديد في البطن، دي حاجه عايزه اقول لحضرتك ان في بعض العيانين بيتوجهوا للمستشفيات باعراض زي جلطه في القلب وفي الاخر بيطلع من الكورونا، وممكن يجي باعراض جلديه يعني ارتكاريا وطفح جلدي وغيره، فاعراض الكورونا ملهاش كتالوج. تمام. للاسف يعني هو حاجه جايه من عند ربنا بقى، انتوا حرين بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. هو فعلا يعني الاعراض بتاعته مش عارفين يكتشفوها. لا لا، هي كل مره بيجي ببرزنتيشن او بشكل مختلف. يعني كان الاول او الاعتقاد السائد ان هو اعراض تنفسيه وكحه وضيق في التنفس ونهجان وكده، لا دلوقتي لا. طب لازم يا دكتور نعمل المسح عشان نتاكد من كورونا؟ اهي دي نقطه بقى حضرتك اثرتيها وبشكرك ان حضرتك اثرتيها، لان ناس كتير فاكره ان التشخيص بالمسحه، لا، المسحة حساسيتها 60% فقط. بمعنى ايه؟ معنى ان العيان ممكن يعمل المسحة وتطلع سلبية، يبدأ ينتعش ويتبسط ويتعامل مع المجتمع عادي. ما هو بيبقى ايه؟ بيبقى كامل مثلا؟ لا، هو المسحة لازم تتعاد مرتين على الاقل بفرق 48 ساعة. بقول ان المسحة دي جود بوزيتيف تيست، بمعنى ايه؟ لو طلعت ايجابية انت عندك كورونا ما فيهاش نقاش او كلام، لكن لو طلعت سلبية لازم تتعاد مرتين على الأقل بفرق 48 ساعة، عشان كده الأطباء مش بيعتمدوا عليها خالص في التشخيص. تمام. التشخيص مبني نمرة واحد أعراض بتخلي الطبيب يشك، بعد كده بيبدأ يوجه العيان إن هو يعمل تحاليل. التحاليل دي برضو لا تلغي الاشتباه، ولكن هي بتساعد إن احنا نقصر الطريق ونعدل خطة العلاج، وطبعا الأشعة المقطعية على الصدر. طب بالنسبه للمريض المعزول امتى بقى يبدا ينزل ويتعامل مع الناس؟ هو اخر كلام ان المفروض يعدي على الاقل 10 ايام من بدايه ظهور الاعراض، بس بشرط ان اخر 3 ايام يكون المريض بدون اعراض، يعني ما يجيش يقول لي مثلا ما هو انا مش سخن وهو يكون بياخد خافض للحراره، لا، الثلاث ايام الاخرانيين هو من غير اعراض وفي نفس الوقت بدون الادويه. بس ساعتها لو عدى ال 10 ايام دول واخر 3 ايام هو كان بدون اعراض وبدون ادويه، ممكن يقدر ينزل ويتعامل مع الناس. طب هنرجع للمسحه تاني، في بعض المرضى بيعملوا المسحه بتطلع ايجابيه، هم سلام ما فيهمش اي حاجه. ودي حقيقه فعلا. ودي من عشان كده بقول لحضرتك هو فيروس بلا كتالوج، ان ممكن العيان يعني ناس كتير بتبقى مثلا مسافره وبتعمل المسحه بغرض السفر عادي. بتكتشف ان هي ايجابيه، ده ليه؟ لان هو جهاز المناعه عندهم تعامل بكفاءه مع الفيروس. كان كافي، بس الفيروس موجود. هو الفيروس موجود بس هو كان كافي ان هو يحاربه ان هو ما يظهرش على الشخص ده اعراض. طيب عايزين نعرف، عايزاكي برضو تقولي للناس عشان انا مش عايزه الناس تخاف. انا اولا الفقره الاولى كانت طاقه ايجابيه وقايله لهم بلاش تخاف ومفيش خوف، والفقره الثانيه الاعراض جامده بقى عشان كورونا، هي الدكتوره بتتكلم كلام علمي طبعا، بس انا برضو مش عايزه الناس تخاف.
ما هو نعمل ايه؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه. انا عندي مبدا الوقايه خير من العلاج. بالظبط. خلاص طالما انا عندي حاجات ممكن اتبعها تساهم في ان انا ما اتعديش، هو طبعا ما فيش حاجه، ما انا عايزين نعرف بقى ازاي تحمي نفسك من كورونا على قد ما نقدر. دي اهم حاجه التباعد الاجتماعي، يعني ما ينفعش ان احنا نقعد في غرف مغلقه، والتباعد الاجتماعي وان انا احافظ على مسافه امنه على الاقل 2 متر بيني وبين الشخص اللي قدامي، ارتداء الماسك او الكمامه. تمام. وفي بعض الناس بتتحجج وتقولك اصل بتخنق، لا، الكمامات الجراحيه مصممه ان الهواء يدخل والبني ادم يتنفس يعني عادي ما فيش مشكله. تاني حاجه الاسطح بقى، تطهير الاسطح ده شيء مهم جدا جدا، وكان تم استغلال الموضوع ده في فترات يعني سابقه، والكحول خلص من الصيدليات وكده، لكن انا بقول للناس اغسلوا ايديكم بس عادي باي صابون. اي صابون، اغسل ايدك بس ما تكروتش يعني. ايه ما ينفعش ميه بس؟ لا، هو ميه بصابون 20 ثانيه، عد من 1 لـ20 واتعب نفسك هتلاقي زي الفل ما فيش مشكله. والاسطح بنطهرها بالكلور وليس بالكحول، بس طبعا ليه تركيز، انا بخفف الكلور ده على ميه بنسبه 9:1، يعني مثلا هنقول فنجان قهوه كلور وحط عليه لتر ميه في بخاخ وابدا اطهر بيه الاسطح. ولازم نحافظ على التهويه الجيده في المنازل. تمام. مش معنى ان الشتاء جه قفل قفل، لا مفيش. يعني لازم يبقى فيه تهويه جيده. واعزز جهاز المناعه بقى، نعززه بالاكل الهيلثي، لازم اكل صحي طبعا. لازم، ومش اكل بس، لو اقول لحضرتك ان قد ايه النوم بيأثر في جهاز المناعه، لازم ان الانسان ينام على الاقل 8 ساعات بس بالليل. هو طبعا للاسف في بيناموا بالنهار. بيناموا بالنهار. ما هو ده من ضمن الحاجات الغلط اللي احنا عايزين نغيرها 2021 بعد اذنكم. ايوه بس فبالليل، لان الناس اللي بتقلب نظام النوم او لو في ارق وسهر والتعرض للاضاءه بالليل، ده بيقلل هرمون النوم اللي هو الميلاتونين. اضطرابات النوم دي لوحدها كافيه ان هي تقلل كفاءه جهاز المناعه. طب علاقه المصل بتاع الانفلونزا العاديه البرد بكورونا؟ هو الحقيقة إن المصل ملوش علاقة بالكورونا، لكن منظمة الصحة العالمية بتوصينا ليه إن إحنا ناخد المصل ده، لأن أعراض الأنفلونزا الموسمية هي بتتشابه مع أعراض كورونا، فأنا لازم يعني على الأقل أحمي نفسي من الأنفلونزا الموسمية. المصل بيحميني من الأربع سلالات هي الأكثر انتشاراً والأكثر خطورة من الأنفلونزا. هو مش معنى أن أنا خدت تطعيم الأنفلونزا أن أنا كده خلاص مش هيجيلي، لا، هو هيخليها حتى لو جاتلي هتبقى المضاعفات بتاعتها أقل، ووقتها نفسه وقت المرض نفسه أقل. بس في طبعاً بعض فئات بقول لازم 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 ياخدوها، كبار السن والأطفال يا جماعة، ثم الأطفال. وطبعا مرضى الأمراض البطنة، لأن يعني مرضى الأمراض المزمنة زي مرضى القلب ومرضى الربو واللي هم حساسية الصدر والسكر كل دول يعني الفئات اللي بنركز عليها قوي إن هم لازم ياخدوا المصل حقيقة. طب لو الواحد جاله برد يعمل إيه؟ كلمة واحدة، اعزل نفسك. لو الواحد عطس يعمل لا، اعزل نفسك. اعزل نفسك زي ما كل الناس بتجيلها برد وتعطس. لا، ما هو مش هينفع. عايزين بقى ما هو اول حاجه انت تحاول تعزل نفسك، دي نمبر 1. خلاص انا ظاهر عليا اعراض، يعني ما ينفعش امشي دلوقتي انا كمريض عادي انا مش عارف انا كورونا ولا ده مثلا انفلونزا او ما شابه، يبقى لازم ان انا احافظ على من حولي واحافظ على اسرتي، لان لو طلع كورونا انا هصيب عدد كبير من الناس، ممكن حد يجيله الدور ويتعافى بدون مضاعفات، بس هو ممكن يعدي واحد اخر للاسف عنده مشكله في المناعه او ما شابه، والحد ده يوصل الى ان يتوفاه الله. طب ليه؟ حافظ على اسرتك، حافظ على زمايلك في الشغل. بعد كده لازم تتوجه للطبيب. ما فيش حاجه اسمها جالي دور برد وهقعد كده مع نفسي، لا، جالي دور برد اتوجه للطبيب، والطبيب بقى يوجهني اذا كان هيطلب اشعاعات، هيطلب تحاليل كده. ده شيء لازم. طب بروتوكولات العلاج الموجوده دلوقتي على النت حضرتك تنصحي بايه؟ يعني كويسه أنا ولا بصراحه مش كويسة؟ انا بشوف حاجات بصراحه انا ببكي من اللي انا بشوفه. بروتوكولات العلاج اللي بيتم تداولها ومعرفش بيجيبوها منين، او بيجيبوها من صفحات ممكن يكونوا بيدعوا انهم اطباء او ما شابه، دي في منتهى الخطوره. بيروجوا لها ويبيعوها. لا، ده بقول لحضرتك اللي هي بتتنقل والناس بتتنقلها وبتبعتها لبعض على الواتساب وكده، ده في منتهى الخطوره. دي من ضمن الاشاعات ومن ضمن الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها في 2020 وعايزين نغيرها. انا عايزه بس اقول لكم يا جماعه، الدواء مش بونبوني، ولا ينفع ان انا اخد دواء بناء على تجربه مريض اخر. وهخص بالذكر حاجه، البروتوكول المتداول ده فيه مضاد حيوي بدون ذكر اسمه. المضاد الحيوي ده
لو خدوا مريض كبد يعني انا عايزه اقول لك مرضى الكبد في مصر منتشرين جدا جدا، مرضى تليف الكبد كتير، بيركزوا على كورونا وسايبين الباقي. ده لو خده ممكن توصله ان هو يخش في غيبوبه كبديه، يعني مش اي حد ينفع ياخد المضاد الحيوي ده، مضادات السيوله اللي هم قاعدين يبلبعوها زي البونبوني ده، لا مفيش حاجه اسمها كده. الطبيب بيكتبه بناء على تحاليل وبيعدل جرعاته بناء على تحاليل. ما ينفعش ما ينفعش ابدا ابدا ان احنا ناخد دواء بناء على تجربه الاخرين. ولغايه دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مفيش حاجه اسمها بروتوكول سوليد للكورونا. علاج الكورونا مبني عن علاج الاعراض في المقام الاول، وكل حاله مختلفه تماما. في عيان جاي باعراض جهاز تنفسي علاجه غير علاج العيان اللي جاي باعراض جهاز هضمي، فهو مش كل يعني مش كل حاجه زي بعض خالص. فانت بتضر غيرك لما توصف له دواء يعني لازم وانت استشارة مش طبيب. طبعًا. لازم استشارة طبيب يا جماعة في الوقت وفي الأزمة اللي احنا فيها دي. ما ينفعش ناخد دواء أي دواء زي زمان، في تغيير، في حصل حاجات غريبة جديدة جت لنا. لا هو وانا بقى عايزة اقول لحضرتك حاجة، هو في معظم دول العالم والدول المتقدمة اصلا ما فيش حاجة اسمها ان انا اروح اصرف روشيت يعني اصرف علاج بدون روشتة طبية. ما فيش حاجة اسمها ان انا اروح كده واقول له اديني مضاد حيوي واديني مش ما فيش الكلام ده. ده شيء احنا هنا بنتعلم في الدول العالم كله بتتعلم. لا هو بس دلوقتي عايزين المرض منتشر جدا والبروتوكولات بقت منتشرة، فمش هينفع احنا نفسنا في مصر هنا بروتوكول المعتمد من وزارة الصحة او اللي بيحصل في مستشفيات العزل او غيره اتغير مرات عديدة. طب فيروس كورونا بيأثر على الغدد الصماء؟ طبعا ده ليه تأثير رهيب على الغدد الصماء واهمها الغدة الدرقية. اهم غده في الجسم الحقيقي المايسترو جلاند بتاعنا لان هي دي اللي بتحرك كل حاجه في جسم الانسان. فاكتشفنا ان هو بيعمل حاجه اسمها التسمم الدرقي. التسمم الدرقي ده الناس فاهمه ان هو مثلا ميكروب هيصيبنا او كده، لا ده هو بيدخل الجسم يبدا يحصل ارتفاع شديد في هرمونات الغده الدرقيه. فلما يحصل الارتفاع ده يبدا العيان يلاحظ بقى ضربات قلبه سريعه، تعرق شديد، اسهال، وممكن يوصل ان هو يدخل العنايه المركزه. فليه انا بنصح ان لما العيان يصاب بالكورونا واحنا خلاص متاكدين لازم نعمل تحليل للغده الدرقيه، نعرف احنا فين، الليفل بتاع الهرمونات بتاعنا كان فين، ونبدا نتابع علشان نبقى في السليم. طيب احنا بس هنسلم جايزه دلوقتي للشاعره الجميله هبه اللي فازت معانا في مسابقه المواهب، ويا ريت تتصلوا وتواصلوا وتشتركوا في المسابقه. وبعد ما نسلم الجائزة هنكمل كلامنا، بس الوقت اصلا خلاص يعني هو اصلا كورونا عايزين نتكلم فيه احنا وكان نفسنا نتفائل وربنا يرفع. لا نفسنا ايه، احنا متفائلين، احنا متفائلين بس ربنا يرفع. احنا متفائلين، كورونا موجود مش موجود احنا متفائلين. اتفضلي يا هبة، الف مبروك. الف مبروك يا هبه، ويا رب من نجاح لنجاح، تبقي اكبر شاعره في مصر باذن الله. يا رب باذن الله. اتفضلي اتفضلي، اقعدي اقفي في الوسط وبصي للكاميرا دي. كل سنه وانتم طيبين، مناسبه السنه الجديده وان شاء الله ربنا يعيد عنها باليوم والبركه والخير والسعاده دايما يا رب، ونشيل ازمه كورونا دي خالص ونرجع تاني زي الاول واحسن باذن الله. وحابه اعمل اهداء اخير لبابا وماما. كل سنه طيبين، كل سنه حضراتكم طيبين، وان شاء الله في مزيد من التقدم باذن الله. شكرا جدا لحضرتك، الله يبارك في حضرتك. شكرا، السلام عليكم. مع السلامه حبيبتي. قولي لنا نصيحه باكج كده لكورونا، باكج كل الناس تمشي عليه. 1 2 3 حافظ على التباعد الاجتماعي، ماسكك على وشك، ايديك تكسلها كل شويه وتعقم وتطهر قدر المستطاع. حاسس او شاكك ان اللي قدامك عنده برد انت ابعد عنه، واللي يجيله برد يا جماعه يعزل نفسه رجاءا. والتقبيل الناس عندها حاجه لا واعيه كده يروحوا بايسين بعض، هو متعودين على كده. لا هو متعودين، هو اصلا غلط من زمان. هو غلط من زمان، بس هو ده لازم. والاكل يا جماعه نحرص على مصادر الفيتامينات في الاكل بقى. اتكلمي بس دقيقه عن فيتامين سي والزنك وعلاقته بكورونا. الصراحه برضو هو في بعض الناس كانت بماشيه تقول ان فيتامين سي والزنك علاج للكورونا. فيتامين سي وزنك مش علاج يا جماعه للكورونا، هو مش علاج. احنا ايه لما بنكتبه في بروتوكولات العلاج بيبقى القصد منه تعزيز جهاز المناعه، لكن اي فيروس علاجه مضاد للفيروسات. احنا لو كنا اكتشفنا علاج لكورونا ما كانش ده بقى الحال. وانا بوصي ان الناس تاخد احتياجاتها من الفيتامينز عن طريق الاكل، اكل صحي احسن من الفيتامينات في الصيدليه. أيوة طبعا، الفيتامينات الهيلثي يا جماعه الصحيه الطبيعيه، الاكل والفيتامين سي مش برتقان،
وليمون بس. فيتامين سي في الفلفل الرومي والفلفل الالوان اعلى نسبه، اعلى من اللي في البرتقال والليمون. حاجه جميله، اول مره اسمع المعلومه دي. ده معلومه مهمه وبيديني مصدر يعني قوي للفيتامين. وبالنسبه للزنك 100 جرام لحمه او 100 جرام كبده بقري هتديني احتياجي اللي انا محتاج، الجسم محتاجه من الزنك. وطبعا ما فيش ناس هتقدر تاكل لحمه كل يوم. البروتين عموما، البروتين عموما، اللحمه والبقوليات، والبقوليات والشوكولاته الداكنه للناس الحلوه اللي بتعمل دايت. الشوكولاته عشان السعاده. احنا داخلين على يلا نخس، مش عايزين نبقى سعداء. لا ما هي الشوكولاته الداكنه ممكن ناخدها في الدايت كويسه يعني. طب تمام. ومنتجات الالبان برضو فيها نسبه من الزنك. البيض والحاجات دي فيها نسبه. المنتجات الالبان نفسها فيها نسبه. البيض هو مصدر لفيتامين دي صراحه. صفار البيض مصدر لفيتامين دي، تعرضوا للشمس لان هو ده المصدر الاساسي لفيتامين دي. لونه اصفر لون الشمس، سبحان الله. اتعرضوا للشمس لان هي دي المصدر الاساسي لفيتامين دي. طب تنصحي ايه بالسنه الجديده؟ السنه الجديده بلاش كورونا بقى، مفيش. قولي السنه الجديده من غير كورونا. اتمنى يا رب ان الوباء يمشي من العالم كله، وان احنا المصلي تثبت فعالياته. اتمنى من الله ان هو ما يكونش ليه سايد افكت على المدى البعيد يعني. اتمنى وان ربنا يخلصنا من الوباء، واتمنى من الناس ان هي تلتزم شويه بالاجراءات الاحترازيه، وان الخروج يبقى للضروره القصوى، لان احنا في فتره الذروه يعني. ان شاء الله نعدي بس فتره الذروه ونبدا يعني نتعامل، لكن حاليا نخلي الخروج للضروره القصوى. انا بشكرك جدا، ربنا يخليك، وان شاء الله سنه جديده عليكي وعلى كل الناس سنة يا رب. حضراتكم طيبين ويا رب بصحه وعافيه دائما يا رب. وشكرا جدا دكتوره انجي. يا رب سنه جميله عليكم باذن الله. وهكرر تاني، لا تكن مع القطيع، خليك متميز خارج السرب. سنه جديده عليكم، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.